صباح الخير، صباح الخير على الجميع. يوم جميل، يوم مشرق، تفاؤل جديد ليوم جديد. الناس اللي هي ما بدأتش في الدايت هتبدأ معانا في الدايت. النهاردة عملنا تجمع، معانا طبعا ناس ما شفناهاش بقالنا سنتين وكانوا بينزلوا معانا في الماراثون، منهم أستاذ عصام. نازل كام كيلو أستاذ عصام؟ 35. خد المايك. شفتوا 35 كيلو. بص بقى للكاميرا بقى واتكلم. احنا النهارده عايزين نشجع بيتنا اللي يخش يعمل فولو للبيت، يشوف الفيديوهات ويشوف يعني يشوف ازاي غيره بخس عشان يبدا يخس. اكيد اكيد اكيد. هي اصلا مش دايت، هو اسلوب حياه. بالظبط بالظبط. لان هو لو ماشي على النظام وخس وبعد كده طلع منه هيرجع يزيد تاني، فهو لازم يبقى مبدا ماشي عليه بقيه حياته. يعني نزلت 35 كيلو في 5 شهور. 5 شهور سنه 2019 انا فاكر. ابتديت 2018 1/9. أيوة. لحد شهر 1/2019. نزلت فيهم 35. رديت شويه، رديت بعديها زدت شويه، بس زدت 5 كيلو كده، 7-8 كيلو. 8 كيلو. بس انا كنت عايز اردهم. يعني انا كله قال لي شكلك كده بقى زيد شويه بتاع مش عارف ايه بالظبط. لان النزول كان في فتره برضو تعتبر قريبه، فالواحد حب يعدل المنظر شويه. يعني حصل لك مشاكل؟ انت خسيت بقى في البروجرام لو كارب، مشيت مع حضرتك على لو كارب. لو كارب دايتس اللي هو كان فيه فاكهه وحليب وبعد الاكل، وكنت بتعمل انترميتنت فاستنج. بالظبط. تمام تمام. عايز تقول حاجه؟ عايز ترجع؟ والله الموضوع يستحق التعب، يعني لانه هو حقيقي مهم جدا جدا، والواحد الموضوع فرق معاه كتير جدا. يعني فرقت في كل حاجه، فرقت في طلوع سلم، فرقت سوري في الكلمه في رباط جزمه. الواحد كانت الموضوع كان صعب جدا في مع الوزن زياده، ان انت تعملي الحاجات دي كلها وبتاع. فالموضوع مهم، وبعدين بتفرق بقى في حاجات كتير جدا. واللي بتاخد اليوم العادي ماشي دلوقتي بنظام ايه؟ نشويات ولا مقلل نشويات ولا ما بقلل؟ كل الحاجه اللي انا كنت مانعها وقت الرجيم باخدها بكميه قليله جدا. تمام. بتعمل دايت ساعات احيانا 4 ايام 3 ايام؟ ساعات بعمل صيام متقطع. يعني ساعات بمشي صيام متقطع كده 3-4 ايام ورا بعض او بتاع، عشان يعني حتى لما انا بلاقي الدنيا زادت شويه بحاول الحق الدنيا في اولها كده، برجعهم بسهوله. الموضوع جميل جدا، بس هو عايز شويه اراده. وبعدين هو الاراده كلها في اول اسبوع او 10 ايام، لان بعد كده بيبقى الموضوع تعود خالص والجسم بيتعود على النظام وبيبقى سهل. فوالله يعني الموضوع يستحق، ربنا يوفق اللي ناوي يبتدي يعني ان شاء الله ويوصل للي هو عايزه. متشكرين يا دكتور احمد، والله ربنا يخليك يا دكتور. انتوا عندكم مشكله في بتاع واقع كده صح؟ ماشي. طب ستوب هعملها لكم بعد اذنك.